هذا هنا هذا بائع متجول وقديم بزاف. عديت شي ديال الصناعه التقليديه ديال الجلابه، التواب ديال الجلابه ديال السوزي ديال الحبه ديال هذا هو الميدان ديالي فاش تندير التجاره ديالي. الحرفه خديت على واحد عمي مات الله يرحمه مسكين، يعني بدينا فيه منذ 98 وحنا جايين. احد ولاد فرج بائع متجول شي 200 واحد، 200 واحد. وهاد الحرفه ديال الجلابه تتواجد في المنطقه ديال المغرب كامل، تتواجد بالنسبه للمنطقه سبت سيس قريب لزاويه سيدي اسماعيل. الاصل ديالي دكاله ولاد فرج، لحد ولاد فرج معروفين، لحد ولاد فرج. وبدينا في هذا الميدان الحمد لله. بلغنا هذه الجلابه الاتواب، بلغنا من اي مدينه. انا بلغت الجلابه للناظور، الحسيمه، الميضال، دريوش، العروي، كاسيطه، بن عياش، المناطق ديال وجده، ديال زاكوره. بالنسبه بلغنا مكان الجلابه، تيبلغوا المنطقه ديال الصحراء، ديال قلميم، ديال اسه، درعا، التيزنيت، اكادير ما تنحيدوش منه. بالنسبه لنا حنايا كاينين تقريبا شي 200 ديال البشر، شي 200 واحد اللي من المنطقه ديال حد ولاد فرج. بلغنا الجلابه، بلغنا لاي واحد في المغرب كامل بلغت الجلابه. الاثواب ديالنا اللي مشينا بواحد الاثواب، اي واحد بلغنا ليه الثوب ديال الجلابه يلبسها. وكاين تيبقى المشتري تيبقى في اختراع ديالو، كاين اللي بغي الجلابه السيسيه، كاين اللي بغي البزيويه، كاين اللي بغي السوزي، كاين اللي بغي الحبه، وتيبقى على الردايه ديالو ياخذ تنبيعو ونشرو معاه بطريقه عاديه. شحال خويا الثمن القد والقد، شحال بغيت تخلص، شحال هذه، وتنتهضروا معاه. وكاين بعض الناس يقول لك راك تزيدوا عليه في الثمن، راكم تديروا شي حاجه، ما كاين شي زياده. بالنسبه حنا تيجي عندنا السيد تنهضروا معاه، شحال اخويا جلابه القد والقد، شحال الثمن، اش من كاليتي، تنسرحوا ليه، نعبروا ليه، نعطيو 3 متر ديالو، وتيمشي تيديها، تيديها عند الخياط، الخياط يستافد وحنا نستافدوا، وتتبقى هاد التراث ديال الصناعه التقليديه. وحنا اللي تنتمحنوا باش تنبلغوا هاد الحفاظ ديال الصناعه التقليديه، ما بغيناش يموت، بغينا دوك الخياطه لانهم في دروبه مردومين كما تنقولوا، ما باينينش. ملي تنلحقوا المدينه ديال قلميم ولا تيزنيت ولا بوعبيش الشرقي ولا شي بلاصه، تلقاو خياط كاين اللي بعض المرات ما تسفيلش على شهرين ديال الايام، وتنلحقوا تنبيعوا حنا مجموعه ديالنا. واحد الفكره تطيح لي، مجموعه ديالنا ديال 6 تنزلوا قرب من الطوموبيل وتنبيعوا، وهذاك الخياط تيمشيو ليه 5 جلال ب 6 وتيستافد الخياط. هاد السلعه تجي على وزان وتجي على دكاله، تجي على وزان، تجي على دكاله، تجي على فاس، شي من المناطق بالنسبه ليا كاع تنعرفهم ديال هادو اللي تيديروا الاثواب ديال الجلابه. الاثمنه تتبقى مختلفه، كاينه المنطقه ديال سبت سيس ديال دكاله هي مشهوره، الجلابه ديال السيس هي بوحدها احترام ليها، الجلابه البزيويه اللي احترام ليها بزاف، الجلابه الوزانيه. مجمع الاثواب ديال بالنسبه للبلاد كل الحاجه والاثمنه ديالها. الضمان اللي تنعطي الكليان بالنسبه عاطي الثوب على حساب الفلوس ديالو، على حساب الكاليتي اللي تنبيع انا، وعلى حساب هذاك المستوى. وعاطي 3 متر ديال الثوب، 3 متر ديال الثوب، وتيدي عند الخياط يخيطها. بالنسبه لنا حنا كحريفيه كبائع متجولين، بالنسبه للثوب ديال الصيف تنديروه في طريقه ديال وقت الصيف ثوب خفيف، وبالنسبه للربيع تنديروه ديمي سيزو، ما خفيف ما غليظ. بالنسبه للوقت ديال الشتاء تنديروا هاد الثوب ديال الجلابه ديال الحبه، ديال الحبه البيات، السوزي، الكحله. وكاينه الجلابه الضرعة، لانها ما بقات الجلابه الضرعة الكحله الاصليه ومازال كاينه. اللي بغاها شي واحد شي حبيب هاد التليفون هو كاين، يعيط لنا نجيبوه ليه. والجلابه السوزي كحله، جلابه الوزانيه، جلابه فيها شله. السلطات كاينين بعض المرات اللي يعني تنمشيو تنتمشاو على رجلينا في الطريقه، مثلا بيني وبينك على طريقه على رجلينا. كاين بعض المرات ملي تندخلوا لاي مدينه محتارميننا، حنا محتارمين روسنا، السلطات محتارمه راسها، طريقه عاديه. كاينين بعض المرات تيشدونا وين ملي تيلقاو عندنا كان جلابه جايبينها من دكاله ولا جايبينها وحنا صناعيين تقليديين، ما عندنا ما غايديروا لنا، هذه شي حاجه عاديه. تنتحركوا على رجلينا وتنبلغوها للكليان. والعشاق ديال الجلابه تنقول لهم مثلا بيني وبينك راه موجودين هاد الاثواب ديال الجلابه وهاد الصناعه ديال التقليد ديال الجلابه، حنا ما بغينا ما تموتش مثلا بيني وبينك، وراه حنا موجودين وتنخرجوا في الجديد. وهذا هو اللي كاين. وتنبغي نشكر سيدنا ونشكر السلطات المحليه ونشكر سيدنا مثلا بيني وبينك اللي يعني دائما تيبين لنا الجلابه وتيبين لنا الموديل، وملي تيلبس سيدنا الجلابه الكليان عاود تيتجاهدوا مثلا بيني وبينك وتيخدموا معنا. هذا هو اللي كاين. وتنبغي نشكر سيدنا والله ينصره والله يجازيه بخير.